آخر أخبار المشاهير الآن مع فهد الهاشمي. زعلانة فتقعدي بقى تزعلي مالك؟ وأنا أقعد أصالح. وبعد خبر الانفصال بين تامر حسني وبسمة بوسيل الذي انتشر بشكل كبير بعدما نشرت بسمة ذلك على حسابها انستغرام، رد تامر كذلك من خلال حسابه على كل ما يروج، خصوصا بعد أن ألصق له جمهور كبير تهمة الخيانة والتي تلاحقه من فترة كبيرة بعدما سبق ونشرت بسمة ستوريهات من شهور عن الخيانة. إلا أن تامر هذه المرة على ما يبدو للحفاظ على صورته وضح ووجه رسالة عتاب لبسمة، فكتب: بسمة حبيبتي، للأسف أنت ما فكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا، عشان كم تعليق كلامهم فارغ نسوك أنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوك للزعل والبعد فترة، المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، أنت حبيبتي وأم أولادي، أنا ظهرك وسندك مهما حصل. كفاياك أعذار. وأضاف تامر: يا ريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعونا ودعوا لأولادنا، وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وأنا واثق إنك دلوقتي زعلانة إنك كتبت كده، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك، مش عيب إن الإنسان بيغلط ويتعلم، وأنا يا ما علمتك ولسه هعلمك، متهورة بس بحبك. وردت عليه بسمة: فعلا تهورت بس لأني بحبك، وكتبت له: أعتذر، لتعود وتتابعه من جديد على انستغرام. وبين من اعتبر أن ما كتب تامر وكأن بسمة هي المخطئة في حقه وليس العكس، وقد تكون أكدت هي ذلك بعد اعتذارها منه، ومع من اعتبر أن الصلح خير وتم بينهما وأنهما يحبان بعضهما البعض والبيوت أسرار. ومن مصادر مقربة من تامر وبسمة قالت لي أنهما تصالح أمس الأحد بعدما وضح تامر لبسمة أن هناك من يريد تدمير زواجهما وعلاقتهما التي دامت 8 سنوات، وطلب منها أن تبعد حياتهما الخاصة على السوشيال ميديا. وأحلام تدخلت في خلاف تامر وبسمة بعدما وجهت تغريدة لهما أنها ستذهب لمصر لإنهاء الخصام، مازحة أنها ستضربهما معا لو لم يعلنا عودتهما. إذن مبروك الصلح بين تامر وبسمة لو كان فعلا خبر خلافهما صحيح. ولمن لم يفهم القصة من الأساس فهذا تقرير من الحلقة الماضية من حصاد الأسبوع، بعدما قيل أن بسمة توصلت بصور لتامر ويقال أنها مفبركة، وبين من يعتبر أن ما حصل مجرد فيلم، ففرجة ممتعة وإن شاء الله يعجبكم بزاف. زوين بزاف 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 أوكي ضحك بزاف. أما بسمة بوسيل وخبر انفصالها من تامر حسني فكان صادم، ولكن كان متوقع لدى المتابعين لحياتهما عن قرب، فدائما ما كان يعتبر جمهور كبير أن تامر لا يعامل زوجته بالشكل الذي يليق بهما رغم التظاهر بذلك. وقد تكون بسمة أكدت ذلك من خلال أسطوري التي أعلنت من خلالها خبر انفصالهما واستعدادهما للطلاق. فبسمة طالبت متابعيها بعدم إرسال صور ومقاطع فيديو لزوجها تامر تظهره بشكل لا يعرب عن احترامه لها، وحذفت ستوري أكثر من مرة والأسباب مجهولة. برافو يا بسمة، حلوة شاطرة. برافو حبيبي. وهناك مصادر قالت لي أن بسمة وصلتها صور لتامر يخونها وقال لها أنها مفبركة، ويسعى مقربون منهما للصلح بينهما لعدم هدم زواجهما الذي دام 8 سنوات. كفاياك أعذار. من جهة اعتبر البعض أن هذه الضجة للترويج لألبوم تامر الجديد، وهذا فيديو لهما من أسبوع فقط يحتفلان، وبسمة ذكرت أنها انفصلت عنه من مدة. ونفس الخبر كذلك انتشر سنة 2014 بعدما أصدر ألبومه آنذاك، ما قد يثير الشكوك. تصالحنا زي الفل. طب حبة حبة
لكن هل يعقل أن بسمة ستساهم في هذه الحملة الرخيصة ولو على حساب سمعتها وسمعة أطفالها الثلاثة؟ أم أن الضغط الذي عاشته ولد فعلاً الانفجار، خصوصاً من بعض جمهور تامر من النساء؟ أنا ميمكنش نتقلق من المعجبات ديالهم لأنني أنا واحدة منهم. أو من الإعلام، فالإعلامية الكويتية مي العيدان كتبت قبل إعلان الانفصال صورة بسمة بوسيل قبل وبعد، والله فلوس تامر حسني غيرت وبدلت. والإعلامية تلقت هجوم وانتقادات كبيرة بعد هذا المنشور، ودافعوا على بسمة معتبرين أنها جميلة في كل حالاتها وهي من عائلة مغربية ميسورة. الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية هذا الأسبوع كذلك هذا ما قالتها عنهما: بسمة بوسيل لازم تنتبه انها ما تصير فاشينيستا، هي مرت فنان كبير، يعني شو بدينا الشربيني كيف وتعمل مثلها. لكن بسمة لم ترد يوما على الهجوم الذي يطالها والتزمت الصمت رغم الإساءة. فاكر ان بخاف يلوموني ما يلوموا طب وانا مالي وكانش باغي يغني لانه كان خايف عليا. بسمة تركت الطب من اجل الفن وتركت الفن من اجل تامر حسني بطلب منه، لكن ما نشرته قد يفتح لها باب جديد من الشائعات، وان لم يكن ذلك مفتعل فنحن لا نتمنى لهما الطلاق، الا ان بسمة فعلا انتفضت اخيرا. ما يحس بيا غير اللي حاله من حالي. أنا فهد الهاشمي أحييكم، شكرا على تعليقاتكم المليئة بالمحبة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.